أصدرت الهيئة القضائية في بريتوريا بجنوب إفريقيا قرارها بقبول الإفراج بكفالة عن العداء الأولمبي الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس المتهم بقتل صديقته عارضة الأزياء ريفا سينكام في 14 من الشهر الجاري. وبحسب رواية العداء الأولمبي الذي يعد أول عداء مبتور الساقين يشارك في الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أطلق النار عن طريق الخطأ على صديقته بغرفة حمام منزله اعتقادا منه أنها لص.